هاي يا حلوين، كيفكن؟ اشتقنا لكم. رجعنا لكم فيديو جديد، والفيديو اليوم التحدي شو يا سامر؟ تحدي الوقوف على بطن بابا. ياي، اليوم الكل مبسوطين. يعني انا بدي اشوف قدره التحمل لي. يعني بس التحدي على البابا فقط، هو رح يتحمل كل بناته، وان شاء الله الفيديو ينال اعجابكم. ان شاء الله بابا يتحمل الاخير. خلي المشاهد الاخير وشوفوا شو راح يصير مع البابا. مبسوطين مو؟ كلام يلا نجي نحكي لنا كلمه. قول يلا لكل المتابعين، قولوا وصلونا ل 50,000 بسرعه بسرعه، بدنا بسرعه هالمره. اوكي ما في مشكله، لحتى كل شوي فيديو فيديو بدك فيديو بفيديو بدك تقولوا نحن اصدقاء. لا نحن بشي ثاني نحكي، ما هي لا لا دائما بعرف شو عم تحكوا، بتقولوا انا بعمل هيك وانت بتعمل هيك وبنغش وبناخذ مصاري وبنتفق مع بعض. ما في غش، ما في غش، الموضوع عني يا مو شي ثاني، يعني فيديو جاي عم نحكي عليها. مزبوط، مو بدنا نمشي فيديو غير، يعني نجهز حالنا فيديو. اوكي اوكي جاهزين؟ لا يلا يا سامر استعد نفسك، القوة يلا اعملوا هيك معنويات بابا، ارفعوا لمعنويات بابا. القوة لمين؟ لبابا. شو انجلينا؟ قولي بابا. يا رح يفوز اليوم بابا. لا لمدة دقيقة، لمدة دقيقة مع بابا. ليتس جو، يلا نبدأ. يلا يا سامر سطحا على الأرض، اعطي مجال لبابا ننوي انجليكا. نبدا من الكبير لحتى الصغير. جاهز سامر؟ انا جاهز. يلا رح نبدا مع شيرين. ايوه حطي ايدك، امسكي حالك بالحيط يا شيرين. شغل يلا، حطي رجلك ثاني بعدين شغلي امك. حطي 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 يلا. 2 3. ايوه ايوه شغلي. لا عيدي، لا تخافي. 1 2 3. خلص لا تحركي. شوي عادي. طيب عم تمسكي حالك بانجلينا؟ اترك انجلينا بعدين. طيب وين الدعم يا بنات؟ قولوا بابا 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 بابا. خفت منك. ما خلص ما خلص. ليش خايفة؟ صار ثواني. خلاص ثواني. عم تحمل سامي. واو كيف قدرت؟ خلصنا والله. واو كمان شيرين. فكنت بدي اقول لك انت مالك فايزي ها شيرين، يعني رح نعتبرك. ليش انا فايز بابا؟ انتوا على بابا. انت ليش خايفه؟ ايه ليش خايفه؟ ايه مو علي، على بابا هو بيتحمل. ايه اعطيك ازدراء. طيب شيرين خليك على الاخير بليز. اوكي اخر شيء. ازدريع اوكي تعالي يا ستيلا. تعالي ستيلا. لا قلت من الكبير حتى صغير. لا بليز، يعني ما تعالي. شنو؟ لانه شيرين كمان كبيره. ايه كمان كبيره، يعني انتو تكوني الاخير. يعني استراحه فيه لازم يكون. يلا يعني استراحه. رح نبدا يلا. انا ما بعرف ليش كل كره عم يمسكوا في ستيل انجلينا. شوي لفوق تاني. هيك ايوه، بس تحطي اجرك الثاني. يلا امسكي ايدها خليكم. يلا يلا 3 2 1 ليتس جو. يلا انجلينا شغلي. بس بدي اعرف ليش عم تمسكوا ايد انجلينا؟ تمسكوا ولا انجلينا؟ ما مسوي توازن. ستيلا اقول لك كل المتابعين، طلع على المتابعين هلا، طلع على الكاميرا، طلع للمتابعين. ايوه يا ايه، حطوا لايك مشان لا تخسري.
زوعتي رح تخسري ها هذا تحدي اي صح يما بس طبعا يعني هي لازم تكون هي كمان راسك لفوق ماما شريخه هاي راسك لفوق القوية ستيلا الفشة اوكي وليع ستة خمسة أربعة اثنين واحد مع السلامة مش عم تنزلي قبلها؟ ايه عم يقول واحد يلا دوري سوري يلا قبل ما يدق الجرس يا سلام حكيت هلا رح نيجي عند انجلينا جاي ما قال انا بالاخير انجلينا اوكي جيبي هاي جيبي تعالي ننوشي انت هاي اللي ستيلا بتعرفوها متابعينا بس بتخلي انجلينا بتقع معها كمان والله هاي انجلينا مثل ماما قويه مو قويه انجلينا انت انجلينا شوي اطلعوا على تصرفات ما بتعمل شيء مثلكم يلا رح نبدا 3 2 1 ليتس جو حساسي خجلتيني ليش غلط خلص يس ليش شعري في ايدي لسه كل انرجي انا ما فهمت ليش عم تشدي شعراتها عجينا ما شافت شيء الا شعري بس جاي شوفوا شو رح يصير كل القوه لبابا فقط مع البابا هذا التحدي رح يكون احلى جرينا بتقول اوكي والله الوقت راح بسرعه ما شاء الله يس يس شو هاي تعملي شيرين تركيان بدعي 6 5 4 3 2 1 يس شو رايك ما تنزلي؟ نعطيك نعطيك شوي شوي ريح حالك شوي شو كان احكي على شعور شو كان شعورك كذا انجلينا؟ ادرين دوري كلها لا ليش هلا نعطي الماني لسامر لانه هو فاز ايش هذا؟ بكبار لما اجيت شيء مجرد ان ندرين بتقول انسحب بس ندرين ما شاء الله رياضيه ندرين رياضيه بالعكس احلى شيء ننوشي هي احلى منكم ننوشي يلا ندري الجمال كل شيء يلا يلا بدك مين يوصل احلى منك لا تستعجلي لا تستعجلي ننوشي 1 2 3 واو يلا شغلتي جوزي بتشغلي شو سامح قامت لحالها كمان قامت والله هي بطلة ندرين فعلا بطلة لازم اخذ توازن هيك توازن حلو ليش حاسه ما يجرب هيك حاسه عم يعمل رياضة كمان عملي توازن ما بصير تحركي ما عن جد لا اذا صار في توازن ما في اي مشكله بابا ما عم يضحك انت عم تضحكي بابا انا ضحكت 4 3 2 1 بيضاء بسرعه انزلي خذ سياحه خذ سياحه لا ما في شيء يا اسامه كيف صرت؟ لساتني عايش ليش قصدكم يعني؟ دقيقة الصمت ايه كلياتنا كلين صمت يعني برافو عن جد قدرت تربح معنا جاي سامر قدر يربح معنا لازم نعطيه مكافأة أكثر يعني مكافأة كبيرة لازم نعطيه لأنه أنت أدى ودود والقوة كله لألك تعالوا يا بنات شو انتم مبسوطين من هيك الجو البركه تعالوا بدنا رح نحتفل بالبابا اللي ربح معنا اليوم هو بابا طبعا انتم ما خسرتوا لا انا ما خسرت كان التحدي بس مع بابا يس يس ندري نفعي بابا لفوق نقول الفائز هو بابا وين الماني يلا واو سلام شو انا سلحوني يا عم جينا ما راح يضل ما يمشي منهم اكيد شو نعمل يعني شو نعمل اكيد شو عم تقولي
اوكي جايز، هيك وصلنا لاخر فيديو. نتمنى ان يعجبكم هذا الفيديو. بنقول يوم جديد فيديو جديد. اشتركوا بالقناة، حطوا لايك. باي باي.